هاي متابعين بوتيكات، معكم خبيرة التجميل أسماء ريبريك. النهاردة كان اللوك شوية مختلف على الجميلة مي سليم. حبيت أطلع عن درجات النود والبرونز اللي أنتم متعودين عليها مني، فعملت لها درجات الورديات، واللوك اليوم يناسب أكتر البنات ويناسب أكتر العيون، وفي نفس الوقت لأكتر المناسبات، سواء كانت خطوبة أو كان عرس أو كانت عشاء. فبسيب لها التعليق، إيه رأيك باللوك؟ أسمع، أنا شايفة نفسي بشكل مختلف، شايفة نفسي بشكل جديد، شايفة أن الميك اب يلي لكل البنات في كل وقت. يعني ممكن ينفع لو البنت بتحب الميك اب الخفيف ممكن يبقى بالليل، ممكن لو عندك حاجة الظهر برضو وخارجة عندك مناسبة مش عايزة الميك اب يبقى تقيل. وأنا عامة من الشخصيات الصعب الميك اب، أنا عارفة تعبتها، يعني أنا متعودة دايما أعمل آيلاينر، النهاردة طلعت شكل عيني بشكل مختلف وجديد. أقول لك ثانك يو سو ماتش، انت ضفتيلي معلومات كثيره قوي النهارده، ضفتيلي شكل جديد، طلعتيني بشكل مختلف، بحبك جدا، هجري وراكي في كل حته. انصح كل البنات ان هم يعملوا مع اسماء، لان فعلا هتشوفي نفسك بشكل جديد ومختلف. ثانك يو اسماء، ثانك يو بوتيكات، استنونا في حاجات تانية كتير.